بكم مشاهدينا إلى بانوراما هذا المساء وفي عناوينها: ترشق بين القاهرة وأديس أبابا بشأن فرضية التدخل العسكري في أزمة سد النهضة، ورئيس المخابرات المصرية يزور واشنطن ويبحث مع المسؤولين الأمريكيين الملف، فهل انتهت مرحلة التفاوض؟ كذلك في بانوراما، مع ارتفاع أعداد إصابات ووفيات كورونا في عدة دول وتحذير منظمة الصحة من أن الوضع المتعلق بسلالة دلتا بلاس مقلق، تباين في الإجراءات الاحترازية حول العالم، فإلى أي اتجاه يجب أن نسير؟ نحييكم إلى التفاصيل. إذن سجال غير مباشر بين مصر وأثيوبيا حول الإمكانيات التي يمكن استخدامها في أزمة سد النهضة سياسيا وعسكريا. القاهرة للمرة الأولى ردت عبر وزير خارجيتها سامح شكري على تصريحات لمسؤول عسكري أثيوبي تفاخر بقدرة أديس أبابا على المواجهة العسكرية، حيث وصف وزير الخارجية المصري سامح شكري هذه التصريحات الأثيوبية بالاستفزازية. كما شدد شكري على حق مصر في الدفاع عن مصالح شعبها، رافضا اتهامات أثيوبيا لمصر والسودان بالعمل على تدويل قضية السد. وشكك شكري أيضا فيما قاله مسؤولون أثيوبيون عن أن دول المصب ستضطر لشراء المياه من أثيوبيا، قائلا أنه ليس هناك مجال لمناقشة مثل هذه الأمور، هي فقط تطرح على سبيل الغلوشة أو التشويش. الغلوشة كمصطلح مصري، أي التشويش وفق قوله. لدينا القدرة ولدينا الإصرار على عدم الإضرار بمصلحة الشعب المصري، وفي حالة الإضرار وقوع الضرر وبالتأكيد لن تتهاون الدولة المصرية في الدفاع عن مصالح شعبها. نتابع هذا الموضوع مع ضيوفنا من أديس أبابا، ينضم لنا الباحث في الشؤون الأثيوبية عبد الشكور عبد الصمد. أهلا بك أستاذ عبد الشكور. ومن القاهرة الدكتور صلاح حليمة، نائب رئيس المجلس المصري للشؤون الأفريقية، مساعد وزير الخارجية الأسبق. أهلا بكم ضيوفي الكرام، واسمحوا لي أن أبدأ من أديس أبابا معك أستاذ عبد الشكور لفهم هذه المرحلة من السجال بين مصر وأثيوبيا، سجال يعود من جديد يقول مراقبون بطريقة أكثر حدة من الجانب الأثيوبي، لماذا؟ أهلا وسهلا بك وبضيفك أهلا الكريم وبمشاهديكم الكرام. يعني طبيعة التصعيد والحشد الإعلامي الذي تم حقيقة طيلة السنوات الماضية، ويعني فبالتالي الآن أصبحت الأجواء يعني متوترة، وكل طرف يتحدث حقيقة بصوت عالي في يعني في وسائل الإعلام، بعد أن يعني بدل أن كان المفترض أن تكون هي في طاولة المفاوضات. فأعتقد هذه نتيجة طبيعية. لكن يعني لماذا الآن سيد عبد الشكور، لماذا الآن تحرك مسؤول أثيوبي بالقول أو بنوع من السخرية من الجانب المصري بالقول بأنه إذ دخلنا في معترك عسكري فلإثيوبيا حظوظ كبيرة؟ ما الذي حرك المسؤولين الأثيوبيين في هذه المرحلة؟ والله هو أخي الكريم، هي قضية لو كان الاستفزاز يعني هو ما كان يبدر يعني من الإعلام المصري والمسؤولين المصريين ما يتناقلونه، يعني هو أكثر حدة وأكثر وضوحا. لكن يعني إذا صدر موقف من مسؤول أثيوبي يجد حقيقة الزخم الذي يعني يراد له إعلاميا، فبالتالي يعني أعتقد
هو من هذا الباب يعني. وبالطبيعي يعني ما فيش إنسان يعني يسكت عن حقه، وإثيوبيا يعني عندها يعني حقها في أن تحمي مواردها ويعني ومشاريعها وحقوقها. فمن هذا الباب يعني أيضا يعني تصريح المسؤول الإثيوبي أيضا في هذا في في هذا هذا الإطار. الإطار. طيب دكتور صلاح، كيف تقرأ هذه التصريحات الأثيوبية مصريا؟ في الواقع هذه التصريحات جاءت في ظل ظروف أنه تم اللجوء إلى كافة آليات حل النزاع بالطرق السلمية، سواء كانت واردة في اتفاق إعلان المبادئ أو في القانون الدولي، وإصرار أثيوبيا وتعنتها وإصرارها على التصرفات الأحادية وفرض الأمر الواقع، وهي مسائل كلها تجيء في إطار انتهاكات واضحة وصريحة للاتفاقات الدولية والقانون الدولي وأيضا المواثيق الدولية. نحن الآن أمام مرحلة لم يعد هناك خيار آخر سوى اللجوء إلى أعلى سلطة في العالم وهي مجلس الأمن. تقدمنا فيه إليه بطلبين، طلب من السودان وآخر من مصر، وهو السلطة المعنية بحفظ الأمن والاستقرار في الإقليم والدولي. وما يجري من جانب أثيوبيا بمواقف التعنت وفرض الأمر الواقع وأيضا التصرفات الأحادية في النهاية تهدد الأمن والسلم الإقليمي والدولي، ولا شك أنها تؤدي إلى الإضرار الجسيم لكل لدولتي المصب، وتخالف حتى عملية الاستخدام المنصف والعادل، وتعرض أيضا معامل الأمان للخطر في بالنسبة للسودان بصفة خاصة. كل الوسائل التي تمت إليك التي لجت إلى كل من مصر والسودان لفض النزاع من خلال وسائل سلمية وآليات سلمية، وفي ظل دور الاتحاد الأفريقي للأسف الشديد ظل محصورا في إطار الرعاية ولم يصل إلى أي نتيجة إيجابية، وإنما ما زلنا في وبالتالي ما إطار الذي سيخيره حلقة التوجه مفرغة لمجلس من الأمن؟ المفاوضات. بالضبط دكتور، فلم يعد هناك مفر بالضبط، لم يعد لكن هناك مفر إلا اللجوء إلى الدفاع. وأكرر هنا كلمة الدفاع، لأن يمكن في البداية تم الإشارة إلى التدخل العسكري. هذا ليس تدخلا عسكريا، هذا دفاع عن حقوق، دفاع عن وجود وحياة لدولتي المصب. طيب لكن فأنا دكتور هذا أمر يجب اسمح أن لي نأخذه في الاعتبار، بالإشارة إلى لأنه التوجه، يهدد السلم والأمن الدولي. بالضبط، اسمح لي دكتور أن أشير إلى التوجه إلى مجلس الأمن. فرضية التوجه لمجلس الأمن ليست بالجديدة، وفي بعض أحيل الموضوع إلى الاتحاد الأفريقي وفشل الاتحاد الأفريقي في إيجاد حل. هذه الخطوة لمجلس أمن جديد، ما الذي سيغير في هذه المرحلة؟ مجلس الأمن لديه السلطة في إطار الفصل السادس وفي إطار الفصل السابع إجبار الطرف الذي يهدد السلم والأمن الدوليين إلى حماية هذا الأمن والسلم الدوليين. وهذا يمكن أن يصدر من خلال قرار، من خلال بيان رئاسي، بيان صحفي، إجراءات عديدة موجودة لدى مجلس الأمن. وأعتقد عندما يشعر المجلس الأمن، وأعتقد أن لديه صورة واضحة من خلال التحركات المصرية والسودانية سواء في الإطار الثنائي أو الإطار المتعدد، لديه صورة واضحة عن الأوضاع وكيف وصلت. وإذا كان مجلس الأمن هو الذي أدى فوض الاتحاد الأفريقي وفشل الاتحاد الأفريقي، فالشيء الطبيعي الوضع الطبيعي أن نرجع إلى مجلس الأمن. أزمة سد النهضة هي قضية دولية، أصبحت قضية دولية وليس قضية أفريقية، تهدد الأمن والسلم الدولي. نحن نتكلم عن نهر دولي، نهر دولي يعني هناك دول ستتضرر وهناك دول لا حقوق، وإذا كان هناك انتهاكات لتلك الحقوق ورفع هذا الضرر، أعتقد أن هذا أمر لابد أن مجلس الأمن سيلجأ إليه. وهناك هناك في مجلس الأمن في الفصل السابع، الفصل السابع المادة 51، ما ينص على حق الدفاع الشرعي عندما يكون هناك ما يهدد الأمن والاستقرار. سأعود لك مع هذه نحن النقطة، لن نواجه مصر وكيف سيكون موضوع الدفاع. لكن أستاذ عبد الشكور، هل بهذا الخطاب أو هل بهذه الأطروحات وبهذه الرؤى نفدت فعلا كل سبل التفاوض بين هذه الأطراف؟ هو أختي الكريمة إمكانية التوصل لاتفاق قائمة وما زالت قائمة، لكن فقط هي تحتاج إلى توافر إرادة مصرية
وهي التي يعني تتهرب من التوصل الى اتفاق ومن التفاوض المباشر، وتبحث عن الحصول على حقوقها عبر وسطاء دوليين. تتهرب اولا كيف؟ تتهرب الاتحاد كيف؟ الافريقي اولا الاتحاد الافريقي لم يفشل. لو فشل اعلن الاتحاد الافريقي عجزه وعدم استطاعته حل هذا الامر، عند ذلك كان بالامكان يتم الذهاب الى يعني مجلس الامن او اي وسيط اخر، لكن الاتحاد الافريقي ما زال يعلن انه باستطاعته ان يحل الامر، وهو يسعى الان. يعني سمعنا بمبادره يعني الان مؤخرا يعني مبادره جزئيه بحل جزء اتفاق مرحلي لمدة 6 أشهر، فبالتالي يعني مصر الآن لا تريد حتى هذا الاتفاق، وتريد فقط أن تملي إرادتها ورغبتها، وهي التي حقيقة تذهب يعني بالاستقواء بأمريكا طيب، وبدول لكن أخرى. استاذ عبد الشكور اسمح لي، لما تستخدم مصطلحات مصر تتهرب، مصر تستقوى، طب فسر لنا كيف؟ أولا هي تتهرب لأنها لا تريد التوصل للاتفاق لتعبئة وتشخيص النهضة، وهي تريد تأجيل التعبئة في هذه المرحلة للعام القادم، وأيضا تفويت الفرصة. موسم الأمطار الغزيرة هي فقط 2 إلى 3 أشهر إذا كان موسم الأمطار غزيرة جدا طويلة، فبالتالي يعني تريد أن تكسب الوقت على حساب أثيوبيا، وبالتالي الإضرار بأثيوبيا أولا. هذا ثانيا، ايضا مصر تريد تماطل لانها يعني تريد الحصول على اثيوبيا في اخر لحظه على تعبئه، على توقيع على اتفاق يعني بما ملزم تدعي حقوقها التاريخيه، وهذا ليس مكانه في اتفاقيات في مفاوضات طيب. سد النهضه، هذا له مكان اخر، وهذا ما تعلنه اثيوبيا، وهذا ما هو يعني ما يقوله القانون الدولي. يعني وليس هناك يعني الاخ الكريم الاستاذ الكريم الاستاذ صلاح من القاهره قال بانه مخالفه للقانون الدولي، القانون الدولي من خالف القانون الدولي هي مصر التي رفضت اشتراك اثيوبيا في اتفاقيه 59، والان تريد من اثيوبيا ان توقع على طيب. يعني ما يوافق اتفاقيه 59. ابقى معي من خالف استاذ عبد القانون الشكور. الدولي هي مصر التي يعني تريد تجنيب كل دول حوض النيل طيب. وتريد الاستفراد ابقى بمياه النيل معي لوحدها. أستاذ عبد الشكور، سأعود كذلك لتعليق من ضيف الدكتور صلاح، لكن قبل ذلك نذكر بموضوع ذات صلة، حيث قال وزير الخارجية المصري سامح شكري إن القاهرة تجري اتصالات موسعة على مستوى أعضاء مجلس الأمن الدولي لقبول انعقاد المجلس بشأن أزمة سد النهضة، وشدد على أن مصر تسعى من خلال مجلس الأمن للوصول إلى اتفاق قانوني ملزم بشأن السد، معربا عن أمله في أن يصدر عن المجلس ما يؤكد ضرورة التوصل إلى هذا الاتفاق الملزم. وحذر شكري من أنه إذا لم تلتزم إثيوبيا بما سيصدر عن مجلس الأمن ستكون مصر والسودان قد استنفدتا كافة الوسائل المتاحة في الإطار السياسي. مشاهدينا، ويزور رئيس الاستخبارات المصري عباس كامل يزور واشنطن، حيث يبحث مع المسؤولين الأمريكيين ملف سد النهضة. رئيس الاستخبارات المصري كان قد اقترح العودة للاتفاق الذي رعته سابقا الإدارة الأمريكية، والذي كانت الدول الثلاث ستوقع عليه قبل أن تعود إثيوبيا وتمتنع. ودعا رئيس الاستخبارات المصرية الإدارة الأمريكية للضغط من أجل تشكيل مبادرة دولية لحل أزمة السد. من بغداد كذلك أكد وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي وقوف بلاده مع مصر والسودان بشأن قضية سد النهضة، مشددا على أن أمن مصر المائي جزء من الأمن القومي العربي. نتابع.
ونحن نقف بالمطلق مع أشقائنا في جمهورية مصر العربية وأشقائنا في جمهورية السودان في موقفهم العقلاني المستند إلى القانون الدولي في ضرورة توافق على موضوع السد وعدم ملئه من دون اتفاق يرتكز إلى القانون الدولي ويلبي الحقوق المشروعة كاملة لكل دول المعنية بالسد. فأمن مصر المائي هو جزء من الأمن القومي العربي، وكلنا نقف معا إلى جانب الأشقاء في مصر. أعود من جديد إلى ضيوفي. دكتور صلاح، الخيارات المتاحة اليوم أمام مصر، تحدثنا عن التوجه لمجلس الأمن، بقيت مجموعة أخرى من الخيارات، أولها خيار دبلوماسي ومصر تحشد تتجول دبلوماسيا وتطرح وجهة نظرها، والحل الثالث أو الخيار الثالث عسكري، أيهما أقرب في هذه المرحلة؟ دعيني في البداية أشير فقط إلى أن طيفك العزيز الأخ من أثيوبيا الأمور لديه مختلطة، لأن نحن نتكلم عن ضرورة اتفاق التواصل لاتفاق قانوني ملزم لعملية الملء والتشغيل. أثيوبيا تصر على الملء فقط ومرحلي وليس ملء وتشغيل واتفاق شامل. الخيار المطروح بالتوقع توقيع على اتفاقية تتعلق بالملء فقط الخاص بالملء الثاني، هذا يعني أننا نقنن أمرا غير مشروع، نشرع أمرا غير مشروع، وهو أن يكون التصرفات الأحادية وفرض الأمر الواقع، وهي مخالفة للقانون الدولي والاتفاقيات ذات الصلة. هذه نقطة في غاية الأهمية، نحن نتكلم عن عملية ملء وتشغيل واتفاق قانوني ملزم لهذه العملية ويحقق بطريقة عادلة ومتوازنة. أما فيما يتعلق بالخيارات، السؤال حضرتك، نحن الآن أمام المرحلة الأخيرة التي نستنفذ فيها كافة الطرق السلمية لفض أي نزاع، وأعتقد الآن نحن أمام مجلس الأمن وهي السلطة العليا حفظ الأمن والسلم الدوليين. ما يجري من جانب أثيوبيا تهديد للأمن والسلم الإقليمي والدولي، فإذا لم يكن هناك قرار ملزم يجنب هذا التهديد ويجنب المنطقة أي تهديد للسلم والأمن من خلال صدور قرار ملزم فيما يتعلق بعملية الملء والتشغيل ليراعى فيه مصالح الدول الثلاث، وليس هناك تهرب من تفاوض، بالعكس مصر تصر على أن يكون هناك تفاوض، لكن لازم لابد أن يكون هناك منهجية، ولابد أن يكون هناك وسيط، لأن والوساطة بالمناسبة هي إحدى الآليات الواردة في اتفاق المبادئ وموجودة في القانون الدولي. إذا تم استنفاذ كافة هذه الوسائل فقد أشرت لأننا نلجأ إلى الدفاع، أقول الدفاع، الدفاع عن الوجود والحياة، الدفاع عن مصالح شعوب، عما يهدد الوجود والأمن لدولتي المصب. الموقف الأثيوبي هو في مخالفاته للقوانين والمواثيق الدولية يمكن أن يصيب أثيوبيا بما يمكن أن نسميه دولة مارقة، لأنها تخالف القوانين والمواثيق والأقرار الدولية. الأضرار الجسيمة التي تحدث تكاد أن يمكن أن نسميها، أن تقرب إلى مفهوم الإبادة، لأن هناك قتل للحياة، طيب، قتل للوجود، سواء للإنسان أو النبات أو الحيوان أو البيئة نفسها. ما هي أثيوبيا كل هذه الأمور أعتقد صحيح غائبة، إن لم تكن كذلك من جهتها تقول بأن هذه المراحل أو هذه الخيارات التي أتبناها هي كذلك لمصلحة التنموية ومصلحة حياة قبل كل شيء. أستاذ عبد الشكور، إذا ما طرح هذا الموضوع على مجلس الأمن وترتب عليه قانون ملزم، هل ستلتزم أثيوبيا بكل ما سيقرر دوليا؟ أولا يعني مجلس الأمن ليس مكونا يعني النظر في قضايا في مشروع تنموي، هذا مشروع تنموي يعني وليس له أي يعني تأثير يعني كما تدعيه يعني الإدارة المصرية. للأسف الشديد يعني الإدارة المصرية تخضع لضغط شعبي يعني يقوده نخب من الصخور. طيب تنموي، لكن يدخل كذلك في إطار الأنهار الدولية والمياه الدولية. ما في إشكال، يعني هو الإشكال التالي، أثيوبيا طرحت المشروع ما بين الدول الثلاثة، يعني ليست عندها، لو أثيوبيا رفضت التفاوض
حول سد النهضة كان هذا بالإمكان أن يكون. لو يعني الآن السودان وافقت على توقيع اتفاق مرحلي حتى، فبقيت مصر لوحدها الآن هي التي ترفض. يعني كان سابقا كان هناك تنسيق مصري سوداني، لكن الآن السودان أيضا وافقت على المقترح رئيس الكونغولي بتوقيع اتفاق مرحلي، ومصر الآن هي التي ترفض وهي التي. ما الذي يشمل هذا الاتفاق المرحلي سيد عبد الشكور؟ يعني هناك لسه يعني هو ما زالت الصوره غير واضحه، لكن باتفاق مرحلي لمده 6 أشهر، التعبئه الثانيه للمرحله الثانيه لسد النهضه، ثم بعد ذلك تجلس الاطراف الثلاثه لاستكمال ما تبقى، وهو يعني نسبه 5 إلى 10%. طيب هل هذا صحيح دكتور صلاح؟ ابقى معي استاذ عبد الشكور، هل هذا صحيح دكتور صلاح بانه فعلا هناك اتفاق قد تنحاز بمشابه السودان الى اثيوبيا؟ هذا غير دقيق حضرتك، احنا بنتكلم عن اتفاق، حتى لو كان هناك اتفاق واقتراح بشكل جزئي الا انه يجيء في اطار اتفاق شامل. يعني نحن لا نقنن ولا نشرع لاتفاق مرحلي جزئي يفرض الأمر الواقع والتصرفات الأحادية. نحن نشرع ونطلب، وهذا هو الوضع المفترض والقائم، وموقف السودان ومصر في هذا الصدد موقفا واحدا. يجب أن يكون هناك أنه جزء لا يتجزأ من اتفاق شامل يتعلق بعملية الملء والتشغيل. طيب ضيفي من أدي سبابة يعلق. يعني الأخ من أثيوبيا بيعرض الموضوع بشكل مختلف، بشكل مختلف، بياخد جزء ويترك الباقي. ما هو تعليقك سيد عبد الشكور؟ يدعو الى الاستغراب. ما هم لهذا، هذا الذي نقوله، مصر تريد أن تتهرب من استحقاق التفاوض، ثم بعد ذلك تتهم اثيوبيا بان يعني مثلا الشخص او اثيوبيا لا تفهم او لا تستوعب. هذا ليس صحيحا. الذي يحدث الان، عجزت الدول الثلاثه للاتفاق على اتفاق شامل. الحل أن يتم تجزئة الخلاف، يعني الآن يتم التوصل لاتفاق مرحلي حتى تتمكن أثيوبيا. ما كان هناك اتفاق شامل أستاذ عبد الشكور، كان هناك اتفاق شامل وسحبت منه أثيوبيا. لا شوف، يعني ما حدث في اتفاقية واشنطن. حدث، نعم حدث خطأان، يعني بسبب رفضت اثيوبيا الاتفاق وانسحبت. الاول كان دور امريكا ودور البنك الدولي هو ان يكونوا مراقبين وليسوا وسطاء. وزارة الخزانة الأمريكية تحولت إلى وسيط، وقامت بصياغة اتفاقية وعرضت المسودة على الأطراف الثلاثة حتى توقع، وهذا كان فيه إملاء حقيقة. الخزانة الأمريكية قدمت المسودة أو أن الأطراف، لأنه مصر والسودان هي التي قدمت هذه المسودة بالاتفاق؟ لا، المسودة الأخيرة قدمتها وزارة الخزانة الأمريكية، وفيها نص على يعني ما يتوافق مع اتفاقية 1959 التي تنص على 55.5 مليار متر مكعب. نحن ما قرأناه في الواقع سيد عبد الشكور، ما قرأناه بأن الخزانة الأمريكية جمعت كل المقترحات الأثيوبية والسودانية والمصرية ووضعتها، لكن لم تقترح شيء. لا، في آخر لحظة تم تغيير محتوى الاتفاقية وعرضت بالصيغة التي أنا أخبرتك بها. بالتالي لهذا أثيوبيا انسحبت من هذه لو سمحت يا سيدتي، هذا كلام غير دقيق. تفضل دكتور. أحترم، لكن هذا كلام غير دكتور دقيق. يعني كل ما تم في فبراير، لكن هذا هو الواقع. اسمح لي أستاذ عبد الشكور، اسمح لي أستاذ عبد الشكور. طيب تفضل دكتور. في واقع الأمر تم التوصل إلى اتفاق بموافقة الأطراف الثلاثة، وتم صياغة المشروع بالأطراف الثلاثة، وترك الأمر للبنك الدولي ووزارة الخزانة في صياغة بعض المصطلحات فقط، وكان هناك موافقة تامة وتحدد موعد للتوقيع، ولكن أثيوبيا تهربت لأن ما نراه الآن موقف أثيوبيا هو الموقف الذي دفعها للتهرب. هي لا تريد أن يكون هناك وسيطا لحالة المفاوضات والتوصل إلى اتفاق قانوني ملزم لعملية الملء والتشغيل،
لأن هذا الاتفاق اللي تم في واشنطن في مسار واشنطن متعلق بالملء والتشغيل، وكان اتفاقا كاملا متكاملا فيه 7 آليات لحالات الجفاف والجفاف الممتد وحالات السنوات الشحيحة، وكان هناك آلية لفض المنازعات، وآلية للتنسيق وتبادل المعلومات، وآلية لاستكمال الدراسات البيئية، وآلية أخرى لتجنب المخاطر، لأن معامل الأمان حتى هذه اللحظة لا يتفق والمعايير الدولية. أرجو يا سيدي، أنا لا أدعي شيئا، وإنما أقول ما هو معلومات مؤكدة. والموقف الأثيوبي للأسف الشديد راجع إلى المفاوضات، يتمسك بالمفاوضات دون أن يكون هناك وسيط أو أي حتى اجتماع الرؤساء، دي أحدى الآليات رفضتها أثيوبيا. نحن في المفاوضات لمدة 10 سنوات لم نصل إلى أي تحرك إيجابي حتى هذه اللحظة. نعم سيد عبد الشكور، الموقف الأثيوبي المصمم على الانفراد بالملء. سيد عبد الشكور، في ظل كل هذا، هل ستمضي أثيوبيا إلى الملء الثاني؟ هذا مما لا شك فيه أختي الكريمة. أولا يعني أثيوبيا يعني هي تراعي القانون الدولي، وهي تحترم كل حقوق جيرانها، وهي حريصة على التشارك مع إقليمها الذي تتعايش معه. لكن للأسف الشديد يعني مصر يعني تريد أن تفرض أمر واقع، وتريد أن تجعل من أثيوبيا عبرة لكل الدول في دول حوض النيل، ولهذا هي تشترط أن يكون يعني يستمر يكون عندها الفيتو في كل مشاريع المياه. كان من المفترض أن تكون مصر هي القائدة للتنسيق مع دول حوض النيل بالتشارك وبالتكامل وبالتعاون، لكن مصر يعني تتهرب من هذه الاستحقاقات وتبحث عن أقل الأثمان التي تجعلها تستفيد من مياه النيل منفردة، ولا تريد للآخرين أن يشتركوا معها. وللآخرين حق أيضا، كما أن لمصر حق في الحياة، للآخرين أيضا حق في الحياة. وسد النهضة بالنسبة لأثيوبيا ليس طرفا، هو أيضا مشروع حياة للكل في الواقع، سيكون دائما موضوع للمتابعة. أود شكركم جزيل الشكر. من أديس أبابا الباحث في الشؤون الأثيوبية عبد الشكور عبد الصمد، ومن القاهرة دكتور صلاح حليمة نائب رئيس المجلس المصري للشؤون الإفريقية مساعد وزير الخارجية الأسبق، شكرا جزيلا لكما. وفي بانوراما، ولكن بعد قليل مشاهدينا، منظمة الصحة تحذر من أن الوضع المتعلق بسلالة دلتا بلاس لفيروس كورونا مقلق، ودول تشهد ارتفاعا في أعداد الإصابات مجددا، وأخرى تخفف من الإجراءات، فماذا على العالم أن يفعل؟